اوكي على بطارية عن بيتها لسارة، بس بدي اياكم تسالوني يعني بس اسئله، لا اسئله قويه هيك عن الحياه عن رأيه في دسم هيك فهمتوا انه هو انا بخاف اجاوب بس انه ححاول بس انه سأل بس بدي اعرف شو في بمخكم هيك سالوني يعني خذوا راحتكم. شو اكثر السنه حسيت انك سويت فيها انجازات؟ بحبك اليمن يا هلا والله تفضلي. 2019 2020 صح 2019 2020 هاي السنه ما بنساها بحياتي، هدول السنتين ما بنساهم بحياتي، اللي هو وقت قررت انه انا اطلع من شغلي وانه كل لحالي، وبعدها اجت كورونا وقعدنا بالبيت. يعني اوه نسيت شغله كثير مهمه. شو تعرف فيك عليه؟ تعرفنا على بعض. يس هذا انجاز كبير، هذا لازم اول شيء نحطه ما ننسى. بس المهم من ناحيه سوشيال ميديا وهيك كانت 2019 2020 هي الفتره اللي انا اقنعت الشله انه نقعد ببيت واحد انه نصور كونتنت للصبح، فكانت ايه كانت هاي ضربتنا يعني هاي كانت طلعتنا، والحمد لله اشتغلنا صح وكل واحد وصل. بس والله بتحن لأيام العزوبية إذا بتحن ليه؟ شوفوا لكم، أنا دائما بروح بحلق شعري جنب بيتي القديم اللي كنت ساكن فيه، اللي هو وقتها كان موضوع الكوفيد، وقتها قعدنا بالبيت ووقتها هنيك بلشت حياتي. يعني كان قبلها كمان ببيت تاني يعني، بس هذيك كانت على الانستا وعلى السناب كنت مبلش، بس على اليوتيوب كنت بالبيت اللي هو جنب مكان ما بحلق. تمام، كل ما أمرق من هنيك بأشعر بدني، يعني كل ما امشي من هنيك الجسم بأشعر، يعني ذكريات حلوة. يعني انا كثير مبسوط بالاشياء اللي كانت بهذيك السنة، يعني كثير مبسوط فيها. وايه طبعا بحن الالة وكثير حلوة وحبكي، بس كمان بنفس الوقت يعني احلى شيء صار بحياتي هاي المخلوقة اللي قاعدة جنبي، فانه يعني الاثنين ولا واحد يعني ولا واحدة ما بحبها، يعني الاثنين عندي بيعنولي فهمتوا؟ اي اول شيء ايام العزوبية تبع غيث كتير حلوة، اذا نحن اللي منتابع من زمان منحن الله. كيف انت؟ ايه اخ ذكريات. لا كل ما اتذكر والله كل ما امرق من هذيك المنطقة بتذكر مثلا كل بلاطة كنا نعمل ما ضل شيء. كل ما اصلا نروح معه لهونيك بيقول لي هون صورنا كذا، هون بتحمسك طاقة. ايه بتجيني طاقة مش طبيعية. هذيك المنطقة بتعني لي كثير. وكان المفروض انه اصور فيديو البيت، بس مثل ما شايفين يعني كريم صار عنده بيبي فايت بالحيط وعنده شغل. مشورب؟ مين مشورب؟ وينه مشورب؟ مين مشورب؟ ما بعرف حدا اسمه مشورب انا. مين في كمان؟ عمور حاليا بالاردن. يعني في كتير لازم اجمعهم مع بعض، وهذا الموضوع عم بيصير كل ماله اصعب، بس ان شاء الله بدنا نظبطها مشان اصور فيديو بالبيت. افضل ثلاث كلمات انا اشوفه، انا ما بعرف والله عن جد لو قلت لي انا شو انا ما بعرف، بس صار اجاوب عليهم. افضل ثلاث كلمات تصف شخصيتك. طموح. في كتير اشياء. اوكي احكي ثلاثة لان ما راح امسح الستوري. اوكي طموح. كريم كتير. اوكي و كيف بدي اقولها انه problem solving، بس انه طريقة تفكيره كيف هي كيف تنقل بكلمة وصف؟ ذكي. حل المشاكل؟ ذكي. ذكي عبقري وليس ذكي، عبقري. الله ما شاء الله. خجلان انزل الستوري اللي انا عم تحكي عني يعني. بس انا حبيبي انا كريم انا بخيف شو نسيتي ولو شوفوا لاحكي لكم القصه باختصار. تمام، انا متخرج هندسه ديكور. تمام، ومبلش بالسوشيال ميديا من 2013 على سناب، هاي كانت بدايتي على سناب. تمام، ودخلت تخصص هندسه ديكور مثل ما قلت لكم، وبعد ما اشتغلت فيه اكتشفت انه انا مايل اكثر على الميديا والماركتينج، تصوير انتاج اخراج هدول الاشياء. بس امتى اكتشفته؟ تاني سنه جامعه فتخزات، بس كملت الحمد لله اخذنا الشهاده. بعد ما اخذت الشهاده اشتغلت فيها لمده اسبوع،
شفت انه الراتب جدا قليل وانه بدي 6 اشهر حتى اسود حالي وبعد 6 اشهر بيزيدوني شوي بعد المهم قصه طويله. فطلعت من اول اسبوع ما تحملت صراحه يعني ما حسيت حالي انه انا لانه بضلني قاعد بنفس المكان وانا كان في عندي شيء انه اذا ما فيني اقعد بنفس المكان لهلا ما فيني اقعد بنفس المكان اكثر من ساعتين بحوس بصير امشي يعني بالبيت اذا قعدت انا بصير قوم امشي بالبيت والله بصير قوم لفلف كيف كيف عملت نسيت ضحكت الحركه انا ما فيني نسيت والله المهم ما فيني اقعد بالبيت ف ولا في اي مكان انه اكثر من ساعتين ثلاثه ماكسيموم هاي لو شو. فالمهم طلعت من الشغل ودورت على شغل ثاني ما كنت لاقي واجاني شغل على انه مذيع كون مذيع بتلفزيون بقناه هي انا ما بعرف عن جد ايه بس ما اشتغلت فيها ليش لان ثاني يوم اجاني عرض انه اكون اديتر بشركه ديكور فهمتوا بالشهاده اللي انا فيها بدل ما اشتغل بالشهاده اللي انا فيها لا اشتغلت اديتر وانا ما كنت بعرف اعمل اديت كنت بعرف على التليفون فرحت على ذاك الشغل ضليت فيه 3 سنين تعلمت اديت باليوتيوب تعلمت اديت كل انواع الاديت كل شيء ومن وقتها صرت انا يعني صور لحالي واعمل اديت لحالي واعمل هذول الاشياء يعني من اي تو زد فصار عندي خبره بالاديت وانه كيف صور ومن من هالنواحي فصار عندي شغف كثير كبير انه انا كمل بالشغل اللي لي يعني انا كنت طلع مواهبي في الشركه قلت طب ليه هوني كان ليه ما اعمل الاشياء اللي لي فرحت خلص صرت حط ببالي انه انا مش هون انا مكاني مش هون صرت كتير ما داوم كتير اسحب الدوام خلص بطل فارق معي الحياة فهمتوا صار خلص انه طموحي مش ما داوم بضلني نايم لا ما داوم روح صور كونتنت اعمل اشياء يعني اتعلم اديت نزل فيديوهات يعني هيك اشياء فالمهم وكان مديري سوري وكان كتير بيحبني الله يذكره بالخير كتير ايه كان اولادي يتابعوني فكتير بحبوا لهالمدير المهم بيوم من الايام طفش مني قال لي معلم انت ما بتداوم قال لي فمديره قال له مديري قال له انه يا بيداوم اوكي دوام كامل يا اما ما بدنا اياه فقلت لهم شكرا مع السلامه يعطيكم العافيه تشوفوشكم على خير وهذا كان اخر يوم طلعت من الشغل وخلص وبعدين بلشت على حالي اشتغل مو شو كان سؤال هي انا طلعت برا السؤال شيء لا كيف انت بلشت كيف تركت الشغل ليه تركت الشغل او كيف قدرت فمن هالناحيه تركت الشغل وبعدين خلص صارت الحياه قدامي فاضيه صار انا لازم ارسم طريق النجاح اجت كورونا وكان احلى شيء انا من مواليد لبنان ولدت بلبنان وعشت بالامارات يعني ولدت بلبنان ضليت سنتين بعدين اجيت عشت بالامارات وبنزل نزلات يعني عسولية كل سنة معي جواز منك ما شاء الله كوكتيل حبيبي كم كان عمر لما حسيت نفسي عم بكبر بس ما عملت ولا شيء ولا إنجاز 16 17 18 ليش كنت يا الله كنت بالدوام نفس القصة يعني كنت بالدوام بالشغل بس كنت أنا عم بحسب إنه مثلا شوف مثلا سيارة أحلامي مثلا تمام سيارة أحلامي قد ايه حقها مليون فأقعد أنا أحسب راتبي كذا إذا أنا ما صرفت ولا درهم لمدة سنة كم سنة بدي لأجيب السيارة يطلع بدي شيء يمكن 10 سنين ولاحق حموت من الجوع. حلو هالسؤال شو أكتر فيديو بحبه على القناة غير فيديو الزواج وغير فيديو الخطبة وغير أول فيديو مع سارة اللي هو نفسه فيديو الخطبة الفيديوهات اللي كنت صور زمان لو بترجعوا بتفوتوا على اليوتيوب عندي بتنزلوا لتحت الأخير بتلاقوا كل فيديوهاتي 5 دقايق و12 ثانية اللي هو عيد ميلادي 5/12 بتلاقوا كل فيديوهاتي 5 و12 ثانية كلهم والفيديو 5 و12 ثانية كلهم فيهم يمكن شيء 20 فكرة بالفيديو فجأة بتلاقوا الصبح فجأة بالليل فجأة بتلاقوني مسافر فجأة بتلاقوني راجع فكانت كتير حلوة كتير سريعة بعدين الناس صاروا بدهم أكتر وقت أطول لأن 5 دقايق قالوا كتير قصير فعملت 12 و5 ثواني لو بترجع الفيديوهات زمان قديمة أول شيء هتلاقوا كل فيديوهات 5 12 5 12 5 12 فروح درون هتسلوا